فصل الألف أو فصل الباء؟ فصل الألف. لا هنا يا فتى. فصل الألف أو فصل الباء؟ فصل الباء. لا هنا يا أنجى. يا نوال أنا لقمان. لقمان هذا وقت الظهر وفي المسجد إذا أساب إلى مسجد الفولي. لماذا تصري؟ إن دزير أنا أساب معك. تعال هنا انظر إيمان sampai ke tepi kuburan kuburan hamba لقمان يحب القراءة وفي المكتبة. يا نور ألم أين لقمان؟ لقمان لقمان يحب اللغة هو في معمل اللغة. النظافة ضرورية في كل شيء، وقد حث الدين على نظافة أجسامنا ونظافة المسكن الذي نأوي إليه ونظافة المسجد الذي نصلي فيه ونظافة المكان الذي نعمل فيه ونظافة الملابس التي نرتديها. وقد جعل الله النظافة والطهارة شرطاً لا تتم بعض العبادات إلا به، فالصلاة لا تقبل إلا بالطهارة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. عندكم السؤال؟ ما هو فعل الأمر؟ كل فعل يطلب به وصول عمل في المستقبل. افتح الباب يا احسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فتحك يا استاذ. انا لقمان. صعدت الى المطعم وصعدت الى المطعم وسبت إلى المسجد وسبت إلى المكتبة ولا أجد لقمان. هل أنت لا تعرف يا عم الحكمة؟ لقمان غائب اليوم، هو مريض في المنزل. Thank you.
Jengger, itulah nama seekor ayam yang sudah tidak sabar untuk bertanding dengan lawannya. Lalu siapakah lawannya? Saksikan terus di TV Sampingan. Acara ini dipersembahkan oleh Jengger, ayam yang tak terkalahkan. Di banyak pertandingan ia selalu menang. Namun, kali ini apakah dia akan kembali menang dengan lawannya? Lalu siapakah lawannya?